جدا، لان المصريين معروفين بالدم الخفيف، ويمكن دمهم الخفيف ده بيبان معاهم مثلا في الشارع، بيبان دلوقتي بقى كمان على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات ساخره وفيديوهات جميله جدا المصريين بينشروها، واحنا بنبقى في برنامج الحياه في مصر حريصين ان احنا نرصدها اول باول. هنشوف التقرير ونرجع مع حضراتكم. أخبار وصور وفيديوهات بينشرها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحنا في برنامج الحياة في مصر حريصين إننا نقدم لكم كل جديد. أثبتت إحصائيات جوجل إن المصريين كتبوا في محرك البحث مصطلح الجنيه الاسترليني في الساعات الماضية بنسبة كانت الأكثر تردداً، وده بعد ما أعلن نادي ليفربول لكرة القدم من أيام توقيع عقد جديد طويل الأمد مع النجم المصري محمد صلاح. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صور للفنان عمرو دياب، واللي تم التقاطها في حفل زفاف أحياه مؤخراً، واللي لفت انتباه الجمهور في الصور هو اللوك اللي ظهر بيه عمرو دياب بعد ما غير لون شعره للأصفر. عدد كبير من جمهور الهضبة عبر عن انزعاجه من اللوك الجديد، والبعض الآخر اعتبر أن عمرو دياب ليه الحق في اختيار المظهر اللي يعجبه. احتفلت المغنية والمخرجة السعودية ليسا بقرار تطبيق قيادة المرأة للسيارات بإطلاقها أول أغنية راب تحتفل بالقرار، ونشرت مقطع فيديو ليها وهي بتغني داخل سيارتها خلف عجلة القيادة، وحققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية وصلت لأكثر من 1.6 مليون مشاهدة في أسبوع واحد. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو بيعرض لحظة تعرض سائق لحادث مرور مروع أثناء تصويره للطريق والمناظر الطبيعية اللي فيه من موبايله. السائق فقد التحكم في مقود القيادة لتنحرف السيارة عن مسارها وتنقلب منحدرة للأسفل، وبالرغم من سقوط السيارة إلا إن بث الفيديو ما انقطعش وسط صيحات فزع وخوف صاحبها. والله شكلي كده أنا الوحيدة اللي ما عملتش بحث عن الجنيه الاسترليني بكام بالظبط، لكن أوعدكم إن أنا بعد ما أخلص الحلقة أشوف.